طلع هذا الكيرف اللي موجود هون، ايش هذا الكيرف؟ بي اتش كيرف لماتيريال معينه. هلا شو بتلاحظوا احد الاشياء على الاكسس اللي هون؟ هذا لوغاريتميك مضبوط، سكيل هون لوغاريتميك فيه. هلا هون يا بكون عندي اتش وبي او بكون عندي، بس عاده عشان الماده لماده معينه راح اخذ هذه هون اتش وهي راح تكون بي. ايش بقول لي هذا؟ واضح انه ميو مش كونستنت. هلا بالحاله هاي اذا بدي احل الحاله الصحيحه ايش لازم اعمل؟ اذا انا زدت الكرنت في الام ام اف واعطاني وصل عندي اتش معينه حسبتها، حطلع ميو، كيف بطلع قيمه ميو او كيف بطلع قيمه بي اللي تحققت عندي في هاي الماده؟ راح اخذ الفاليو اللي طلع عندي هون اتش بقسمه على المين باث، ام ام اف بقسمه على المين باث بعطيني اتش، برفع اتش من هون بقطع مع هذا الخط مزبوط، برجع من هون بيطلع معي قيمة بي وبكمل بهاي الطريقة. فما في عندي ميو كفاليو من هون. وممكن يجيك سؤال زي هيك انه هاي المادة ما رح افترض انه ميو كونستنت، رح افترض انه عندي هون فاريبل بيرميبيليتي، البيرميبيليتي فانكشن اوف اتش، فبتعطيني بي. فبالحالة هاي بدي اطلع اتش، كيف بطلع اتش؟ كيف بطلع اتش في الكور هذا اللي موجود هون؟ ام ام اف على المين باث، اتش اتش ام ام اف على المين باث راح يعطيني اتش، مش هي امبيرز بير متر. فبطلع قيمه اتش في هاي الماده، لازم اعرف المين لينكث تبعها. اذا عرفت المين لينكث بطلع اتش، اذا عرفت اتش ايش بعمل؟ بطلعها بهذا الشكل، برجع من هون بتعطيني بي. اذا ضربت الان بي في الكروس سكشن الاريا شو بتعطيني؟ 5. اوكي ماشي واضح؟ هذه ببساطه فكره